الشاد والشرق اليوسفيه، راجعوا الدرس رقم 40 ورقم 42 في هذا الباب هذا، وحتى نعمروا به ونصلوا به الى البحيره الاصطناعيه المقترحه عند سيدي الشقر، عند واد تنسيف منطقه واد تنسيف مع وادي شيشاوه، بالمنطقه ما بين سيدي الشقر وجبل ايغود. راجعوا الدرس رقم 43 و44 في هذا الباب، وما تنساوش الدرس رقم 6 حتى هو عنده، تروح في هذا الباب عند واد تنسيف. نعم. ومن ثم قلنا غادي ناخذوا تما هذيك البحيره اللي غنديروا الاصطناعيه. انا راجع بكم باش نبين لكم، راني ذكرت لكم واد تمنرت اللي ما كان يعرفه حتى واحد. دابا الان ملي وقعت الكارثه كزلزال الحوز، حتى وقع الكارثه عاد بدينا كنعرفوا عده اسماء تما في منطقه الحوز، الناس اللي عرفوا. الان حتى وقعت الكارثه فهذا واد تمنرت اللي هو تابع الاقليم تيزنيت وطاطا واسا، وماتوا الناس وواحد العدد ديال القرى.